حياكم الله يا أجمل وأروع متابعين. اليوم راح أسوي لكم حلل خشخش، طبعا أول مرة أسوي بحياتي. أول شيء قاعد أكسر الآن الشعرية داخل الكيس، أسهل لي، بس حاولوا قد ما تقدرون أن يكون تحتكم طبق، أنه غالبا حتى نشق الكيس. بس خلونا أول شيء نتعرف على المكونات اللي راح نستخدمها في وصفتنا اليوم. مكوناتنا: ظرف دريم ويب وظرف كريم كراميل، علبتين قشطة، نص علبة حليب محلى، هنا عندي بسكويت شاي، وهذه الشعرية اللي فتتناها من شوي تعتبر مكون أساسي. أخيرا وليس آخرا عندي هنا حليب نيدو، طبعا خفقته مع ماء تمهيدا لمزجه مع البسكويت. بسرعة خليني أنتقل معكم من المكونات إلى طريقة التحضير. القشطة، الكريم كراميل، والدريم ويب، والحليب المحلى راح نخفقهم داخل الخلاط. طبعا كشخص كفيف لازم تتلمس اطراف الطبق او اي شيء حاب تسكب فيه سائل او بودر معين عشان ما تجيب العيد. باقي الآن الحليب المحلى. طبعا في شيء ودي أنبه عليه، أنا محتاج هنا نص العلبة بس، وكشخص كفيف ما راح أقدر أسكب بناء على الحدس، فعندي هنا معيار كاسة صغيرة هي معياري إذا بغيت أسكب نص. يا أكره هالسوالف، هذه مشكلة حليب المحلى، حين يعلق متوهق فيه. بس يلا مع الممارسة والتمارين اعتقد خلاص. اوكي، دائما اقول اي شيء يتعلق بالبصر له بدائل، بس لازم احنا نلاقيها ونتعرف عليها. بتواجه صعوبات في البداية، بس صدقني كل شيء سهل، زي ما شفتوا كل شيء لقينا له بدائل. الموضوع ما يحتاج ذكاء، هي ممارسات وبتتعودون عليها. قلت هالكلام لأنه كثير ناس تكتب لي أنه صعب، شلون تعلمت وكيف. بالعكس الموضوع ممتع جدا، بس أهم شيء نرمي الخوف على جنب ونجرب نغامر. أنتم فكركم أنا ما جبت، فكركم ما جبت العيد، جبت عيات كثيرة. في النهاية الواحد يتعلم. غالبا تكون هنا في على اطراف الخلاط في بعض الزوائد، نحاول نشيلها. طبعا اتحرك عشوائيا، انا ما شايف حاجه. الحين راح نسكب الخليط فوق طبقه البسكوت الاولى. كلام الناس لبي يقدم ولي اخر، ده كلام الناس. الصينية بعدة اتجاهات عشان اتأكد ان الخليط يتمازج. الحين دور الشعرية. بسم الله، ارجع واذكر بالاستراتيجية، دائما يدك الثانية حاول تكون حول الاطار اللي قاعد تسكب داخله عشان ما تجيب العيد. راح نسوي طبقة ثانية برضو من البسكويت، نغمسها سريع سريع ونحطها. بسم الله، بعد الطبقة الثانية من البسكويت سكبنا أيضا طبقة ثانية من الخليط، والحين راح نحط الشعرية زي ما سوينا المرة اللي فاتت بالضبط. حاولوا تتأكدون أنكم تحطون الشعرية توزعونها على كامل الطبق، تتأكدون أنكم حطيتوا بالأطراف بشكل صحيح.
والحين راح نحطه داخل الثلاجة لفترة عشان يبرد ويتماسك.